بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هشتغل على بولة من الإزاز، بس هي قديمة قوي قوي عندي. كنت عاملاها من زمان قوي، رسمة على الإزاز زي ما انتوا شايفين كده، من يعني مش عارفة كام سنة من زمان. المهم قديمة وخلاص، يعني الشغل اللي فيها بقى كان في البداية عندي وكنت لسه بجرب، فطبعا قديم قوي. المهم انا دلوقتي هجددها. في طريقتين للتجديد، انا هشتغل عليها على طول لان الشغل بتاعي هيكسي وهيغطي الشغل القديم فمش هيبان. لو محتاجين تجديدها بشكل فاتح، الوان فاتحة او ورق مناديل او كلام ده كله، هتضطروا انكم تعملوا ايه عشان نشيل الشغل اللي عليها كله. اول حاجة هنقعها في مية فترة، وبالتالي لما انقعها في مية هيسهل عليا ان انا اشيل كل الحاجات دي. الناشفة دي تتشال بسهولة اهي. انا قطعتها شوية وبعدين رجعت قلت طب ما انا اتعب نفسي ليه في التنظيف بتاعها، وانا اصلا هغطيها بالوان غامقة ومش هتبان. كل ده هيتشال، وممكن باي احتكاك او سلك اللي هو الستيل ده ونعمل كده، وهو هيتقشر اصلا. الالوان دي هتتقشر لما تتنقع في مية مدة حلوة. هو طبعا جامد لانه بقاله سنين، وايام زمان بصراحة الخامات كانت فوق الرائعة فوق الرائعة يعني. ما علينا، المهم انا هشتغل بايه؟ شغل منى سامي، الوان منى سامي حقيقي الوانها جميلة جدا جدا جدا. كل انواع الالوان اللي بتشتغل بيه اللي بتصنعها عندها تحفة. ده سولت ووش بينت تكنيك، تكنيك اللي هو السولت ووش اللي هو معجون ملحي، او يديك تأثير قديم ان هو اندر سي طالع من تحت المية معتق بشكل ان شاء الله هتشوفوه معايا في الشغل. بصراحة الوانها عجبتني واخدت منها كل الالوان اللي هي عاملاها. ادي البني بتاعنا والاوكر اللي هو الجملي والاصفر والاخضر تركواز. دي الالوان اللي بتساعد على تكوين الشكل اللي احنا هنعمله، او اللي هو الحاجات القديمة من تحت المية. انا هعمل ايه دلوقتي؟ هطلع شوية مثلا، طلع احط هشتغل بالسفنجة. شايفين ما تعبتش نفسي في اللي هو التقشير بتاعه لانه هيتغطى كله. انا ممكن هاخد بالفرشة وادق كده بحيث انه يديني تأثير مخربش، انا مش عايزاه ناعم. وعشان وحدات الملحي اللي هو المعجون الملحي يظهر في العمل بتاعي. شايفين غطيت كل الشغل القديم مش باين، فعشان كده قلت اسهل على نفسي وما ضيعش وقت في ان انا انقعه واغسله. لكن طبعا اللي هيشتغل الوان فاتحة او ديكوباج على بمناديل النابكنز فمحتاج يغسل ويقشر وبعدين يدهن ابيض، علشان الابيض طبعا للمناديل. اوكي، هخلص السطح كله بالبني بالشكل ده واسيبه ينشف ونرجع نشوف هنعمل ايه. هنا نشف البني بعد ما دهنته نشف، وطبعا باين
الحبيبات بتاع الملح بالشكل ده. هاجي بقى هبتدي ادي طبقات الالوان التانية. عندي الاورنج اهو، هاخد منه برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. هحط في حتت وحتت عشان الالوان تدخل في بعضها وبرضو ما ضيعش البني كله. عايزه اعمل كده هاخد بالسكينة وبعدين اعمل بالفرشة. بالضغط معايا بحيث ان يبقى عامل لي باين الحبيبات ما تسحش معايا في الدهان. وبرضو مش هداري البني كله. هخلص الجزئية دي واسيبها تنشف ونرجع مع بعض. هاجي بقى هبتدي اعمل درجة اللون التيفاني او تركواز فاتح. صراحة حاجات نتيجة حلوة قوي. هعمل كده بحيث ان انا مش عايزة اضيع الالوان اللي انا عملتها تحت بالشكل ده كده. تأثير بيديني تأثير الفرشة التحتانية بيموج معايا اللون بالشكل ده كده. تمام. هاجي اخد انا تقريبا هشتغل بكل الالوان اللي انا اخدها منها، لان بصراحة كلها احلى من بعض. شايفين الاخضر حلو قوي ازاي؟ خفيف قوي. هاخد درجة يعني الفرشة تبقى خفيفة قوي. انا ممكن ادق برضو بس انا مش عايزة ادق عشان ابين كل الالوان اللي انا مستخدمها. وفي اللون الاصفر بوريكم كل الالوان اللي انا اخداها وجمالها بصراحة، يعني الوان حلوة قوي والنتيجة زي ما انتم شايفين. الفرشة عايزة تتغير. ندخل الألوان في بعض بحيث ان هي تبان كلها اللي تحت واللي فوق، لدرجة ان البني اللي تحت خالص يبقى باين. بالشكل ده هخلص بقى التلوين كله للقطعة كلها. هعمل اجزاء خفيفة واجزاء تقيلة.
عشان انا مش عايزه اضيع زي ما بقول لكم الالوان اللي انا مستخدماها. كده خلصت كل الالوان اللي موجوده معايا، وبالرغم اني الوان كلها تقريبا انا استخدمتها لكن متداخله بشكل حلو وظريف ومديه شكل حلو للعمل. وبعدين في معايا الرشاش ده، ارش برضو على خفيف كده، بتلاقيه هيسيل على العمل بتاعي وفي نفس الوقت هيديله درجة لون حلوة. شايفين بيسيل ازاي؟ بصراحة نتيجة عجباني جدا والالوان حلوة قوي اهي. هسيبه ينشف بقى كله مع بعض. واقول لكم على حاجة صغيرة، عندي البرواز ده اديته شوية من ميتاليك كالور، الوان ميتاليك من بتاعة مونا برضو، بصراحة الوانها كلها حلوة جدا. ادي لون وادي اللون الاخضر، شايفين جماله، لمعته حلوة قوي. وفي كمان اللون النحاسي، انا جايبة منها ثلاث الوان دول، بس هي عندها الوان كتير قوي. بفكر لسه مش عارفة هعمل ولا لا ان انا الزقه بالشكل ده كده، يدي شكل بس ايه مع العمل كله، فلسه بفكر هلزق ولا مش هلزق، لسه يعني حسب لما ينشف وهشوف. اوكي ينشف بقى لان لسه الالوان السايله اهي. ايه رايكم بجد جميل ازاي؟ تداخل الالوان حلو قوي قوي. هغسل ايدي بقى واسيبه ينشف، وبعدين اشوف هلزق دي هنا في اي مكان بالظبط الزقها. هلزق لو هلزقها هلزقها بالغير. اوكي يلا اسيبه ينشف ونرجع مع بعض. كده خلصت البولة بكل الالوان اللي قلتلكوا عليها. اتمنى يا رب فكرة النهاردة تعجبكم والالوان تعجبكم، هي الالوان جميلة بصراحة، حلوة جدا ومدية افكت حلوة قوي على البولة. شايفين الإضاءة مش حلوة، معلش بتغيب بتغيم معايا ليه مش عارف. المهم دي النتيجة النهائية للعمل بتاعة النهاردة، البولة بالشكل ده. أتمنى يا رب تعجبكم، وإلى اللقاء في عمل جديد وفكرة جديدة، وإن شاء الله إن شاء الله أعمل بنفس التكنيك تابلو، ويا رب يعجبكم. انتظروني، باي باي.